أهلاً. قبل ما بلش هذا الفيديو حابة أحكي لكم متأسفة لأنه الإضاءة الموجودة بهاي الغرفة مش منيحة بالمرة. أنا كنت عم بعمل فيلمينج بهذا الفيديو بالليل فيا متأسفة. إذن اليوم على هنا تجرب راح نجرب إشي بالنسبة لإلي حاسة إنه راح يوجع. هو عم حاول أستعد نفسياً لهذا الشيء. إذن اليوم راح يكون بخصوص الجمال اللي راح أجربه وراح نشوف مع بعض إذا نشتريها أو نتركها. هذا هو المنتج. تان تان تان. أوكي إذن اسمه هذا لايزا فاكا ميلكي بيجي. زي ما انتم شايفين خنزير صغير بهاي الشقة. ذكرني بحدا ولكن شنو أذكرني. اللي بيعرفوني بيعرفوا مين هي لأنها كانت دائماً تكرر بهذا الصوت وكان يزعجني. زعاج مش طبيعي. هذا المنتج اسمه Hell Pore Cleanup Mask. بالعربي ماسك جحيم المسامات. اوكي من اسمه الجحيم. Beautiful. حياتي كلياتها. Nice. فيا عشان هيك عندي خوف اكتر لانه بما انه ذكروا جحيم فخايف انه يعني بالعربي هاد بوجع ودرجة الوجع راح تكون عالية. ولكن رح نكتشف اليوم اذا هذا الوجع عن جد بوجع ولا اذا بس عادي. فهات نشوف. لحتى اسم هذا المنتج لازم اغسل بوجهي فبدي بس اغسل منخاري لانه حابة اجربه هذا المنخير. اوكي اذا هيني هلا غسلت بمنخاري وكمان بشقيت العيون لحتى اجرب هذا المنتج على المنخار وبرضه تحت العيون. فهات نشوف شو بصير فيه. هات نجربه. اوكي ريحته كيماويات بس لسه زاكي. اوه هي نزلته شوي. بيوتيفول. هات نحط شوي. اوكي انا ما اعتقد هاد كفايه. اي ثينك عم بتمنى. هات حطه على الان. اوكي اذا هلا لازم اتركه ما بين 15 ل 20 دقيقه. بعدها لازم اتخلص من المنتج من اني اقيمه من تحت لفوق. فانا خوفي انه هذا الشيء يوجع ولكن حاولت احط حوالين كل المناطق من المخار وبرضه تحت العيون. فراح ارجع لكم كمان 15 ل 20 دقيقه لحتى نشوف مع بعض اذا بتخلص من اشياء او مسامات الكبيره او حتى من الرؤوس السوداء. اوكي اذا هاي مر عليه 20 دقيقه وهيك المنظر. فهلا هاد واو او اوكي شويه بس مش شده الم كثير بتوجع. سمعتوا هذا الصوت؟ اوه ما احلى الصوت. حبيته. صعب شوي انك تقيمي. او اوكي شوي شوي لازم يكون من تحت لفوق. او 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 اوكي هات نقيمه شوي شوي. اوه ماي جاد ملمس ناعم على الاخر. واو واو نشوف ايش فيه. هانا من المستقبل. اوكي الاحسن تغسلوا وجهكم بعد ما تخلصوا الماسك. انا هون ما غسلت وجهي فيا غسلوا وجهكم. في على فكرة رؤوس بيضة ف I'm just like looking أكتر وأكتر عم بكتشف بشوف إيش في موجود. هذا برجيكم ولكن في زي ما سمعت أو رؤوس بيضة تواجد من الشعر بس تقدروا تشوفوها. ها ولكن عن جد عن جد حاسة إنه اتخلص منهم. أنا حسيت إنه ممكن يتخلص من الرؤوس السوداء بس مش عارفة كيف منظر رؤوس. Wait a minute هاي رؤوس سوداء. Oh my god ويا أما رؤوس سوداء يا أما المنتج شو اسمه يا أما المنتج عشان لونه أسود. Wait no رؤوس سوداء.
قولكم كيف انا عارفة نطلع على هذا السواد اللي هون تحت، مش عارفة اذا شايفينه، مش عارفة اذا الكاميرا عم تلقطه، ولكن تحت هون في زي هيك نقط سودا كتير بارزة، بس مش عارفة ليش قدرش تشوفوهم. وكمان هون على ما اعتقد كان فوق جبيني برضو رؤوس سودا، لانه هاي هون هاد متحرك شوي، ولكن في تحت زي ما انتم شايفين في زي سواد. اه لا مش هاي الشقة، هاي الشقة سوري، زي ما انتم شايفين هاي الشقة، مش عارفة اذا تقدروا تشوفوها، ولكن في زي رؤوس سودا تحت هاي الشقة. انا شايفتها صراحة وحاسة فيها حتى. اوكي اذا هاتوا نرجع للموضوع، اشتريها او اتركيها. اذا انا بالنسبة لي بقول اشتريها، لانه المنتج بجنن على فكرة، الاحساس ناعم ناعم على الاخر، واو يعني بالنسبة لي just love it. فاذا من ناحيتي انا مستعدة اجيب كمان واحد، وحابة حتى استعمله يوميا الصراحة، يعني من كتر ما هو منيح. يا الله كان علي على فكرة، يا الله ما اخباني، كان علي اعمل before and after، بس هبل هبل هبلة هنا هبلة. واو يا ريت، نفسي كتير كنت اروح تيجي تلمسوها لانه بتجنن، واو عن جد بتجنن، عن جد حبيتها. فيا من ناحيتي اشتروها، وشدة الوجع بقول كانت 2 من 5، يعني ما كانتش لهالدرجة بتوجع، ولكن كان في وجع، يعني ترى تحسي شوي بالوجع من وراها، ولكن تستاهل، يعني موجعتش كل هالقد، ومع هيك نعمت لي بشرتي، وبنفس الوقت قامت الرؤوس السوداء وبرضو البيضة المتوجعة وجهي. هاد نهاية الفيديو، إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تحطوا لايك، وما تنسوا تكتبوا الكومنتات الحلوة تبعتكم تحت بالكومنتات، وإذا أنتم مش عاملين لي سبسكرايب ليش عم تستنوا؟ هاي سبسكرايب تحت 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 تحت، انزلوا تحت وادعسوا على سبسكرايب، وبعد ما تدعسوا على الجرس ما تنسوا تكتبوا أنا دعست أو هاشتاج عصابة هانا، لأنه كل مرة بنقي فائز معين بكل فيديو وبعمل له شاور أوت بفيديو. بما إني ذكرت شاور أوت، الشاور أوت اليوم بروح له خصوص هنا تجرب، ما تخافوا لانه في منتجات جديدة رح تصلني عن قريب، فرح اعمل فيديوهات كتيرة هاي الفترة، عم بتمنى رح يعجبكم الفيديوهات لانه حابة اجرب كتير من المنتجات. فتابعوا عن قريب ولحتى تشوفوا الفيديوهات امتى رح انزلها، ما تنسوا تحطوا سبسكرايب لانه رح اصير انزل فيديوهات كتيرة بخصوص الجمال والصحة وبرضه العناية بالبشرة وبرضه بخصوص الشعرات. وما تخافوا الناس اللي بيحبوا الفيديوهات التمثيل برضه هدول قربوا على قناتي، فما تخافوا. ماشي حبايبي وحبايبي، حابة احكي لكم بحبكم بعشقكم وبموت عليكم.